تحت شعار الفنانون فصيل مبدع ملتزم بقضايا المجتمع ويساهم في بناء الوطن والإنسان، عقد المؤتمر السنوي لنقابة الفنانين بحضور ومشاركة أعضاء النقابة من جميع المحافظات، وذلك في مسرح الحمراء بدمشق. الفنانون هم صانعو الوعي يعني في المجتمع، لذلك عملهم ونشاطهم هو نشاط نوعي. يعني الدراما السورية مثلا نقلت صورة سوريا بالوطن العربي أكثر ما ينقلها أي شيء آخر. يعني أنت تذهب إلى الوطن العربي فيعرفون سوريا عبر الدراما السورية، عبر عمل الفنانين. لذلك الفنانين كصناع وعي نشاطهم مؤثر جدا في المجتمع. إن شاء الله نتمنى لمؤتمرنا التوفيق، وال يلي من الأدمه يكون في له دعم للفنان ورفع سوية الفن والارتقاء به. إن شاء الله نصل لهذا الموضوع. ما بيهمنا أنه يكون الفنان مرتاح نفسيا، التقاعد موجود، ارتفعت نسبة التقاعد، كان في زيادة هذا العام لأنه العام الماضي رفعناه مرتين وهذا العام رفعناه. طبعا قد ما رفعناه حيكون قليل التقاعد، بس إن شاء الله عم نسعى لموارد واستثمارات كتير منيحة إن شاء الله لنقابة الفنانين لنرتقي أعلى وأكثر شوي، ويكون المتقاعد مرتاح والفنان مرتاح والضمان الصحي كمان يكون مرتاح. الحمد لله أمورنا جيدة وكويسة، ونتمنى لمؤتمرنا، برجع بقول لكل الفنانين بنقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. هذا المؤتمر بيختلف عن بقية المؤتمرات السابقة، هذا المؤتمر فيه ترميم لمجلس المركزي، وأكيد أكيد نحن عم نشتغل خلال الفترة الماضية بكل سعادة وكل محبة لكل عضو بنقابة الفنانين. كنا مثل فريق نحل أنا وزملائي بالمجلس المركزي، عم نشتغل لحتى ندعم زملائنا، لحتى نقدم كل ما هو أفضل. هذا المؤتمر له يعني ميزة أنه حنرمم المجلس بعضوين من أعضاء المؤتمر، طبعا مع حزننا الشديد لفقدان نقيبنا السابق الأستاذ زهير رمضان، بس هي الحياة والحياة مستمرة، فبتمنى التوفيق لكل زملائي بالترميم وبحصولنا على عدد القانوني اللي هو 11 شخص بالمجلس المركزي، حيتم انتخاب النقيب القادم. المؤتمر ناقش الأمور الانتخابية للنقابة وعدة حوارات مهمة في إطار دعم الفنان بشكل أفضل ودوره وتأثيره الواعي للشعب والوطن. طبعا الأكفاء الإنسان اللي بيحقق للنقابة اللحمة يضل محافظ على المسيرة، ما يعني يكون شخص كويس وثقة، ويعني ياخذ نال ثقة الأفرع كلياتها. نتمنى لمؤتمرنا النجاح، نتمنى اليوم فعلا يكون الفنان السوري، بنعرف احنا اليوم الفنان السوري صموده ومدى تأثير اليوم الفنان سواء بالكلمة ولا باللحن ولا بالأداء الدور. فاليوم نحن أمام مهمة صعبة ومسؤولية أمام وطننا الحبيب سوريا، أنه نوصل لرسالة الفن السوري اللي وصل إلى كافة أرجاء العالم، خاصة اليوم في ظل هذا الحصار وظل هذه الحرب الكونية المستمرة على سوريا. المؤتمر محطة أوضحت الأهمية الأساسية للنقابة في اتخاذ القرارات وخطط العمل بالتعاون مع كل الجهات الفنية والثقافية والاجتماعية.